السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شخباركم؟ وياكم محمد هاشم، ورح ناخذ اليوم اول محاضرة بالOSCE اللي هو CSF. تمام، اول محاضرة راح تكون عن الهيستوري تيكينج، واللي هي اهم شيء بالOSCE نفسه واهم شيء بالطب كله. تمام، شنو يعني هيستوري تيكينج؟ يعني مجرد نجيب البيشنت نسأله بعض الاسئلة، ناخذ الاجوبة ونحللها، وعلى اساسها نبني التشخيص مالت المشكله الصحيه اللي عنده. تمام، فيعني مجرد اسئله، الهيستوري تيكينج عباره عن اسئله راح نسالها للمريض ونكتب الاجوبه عندنا. اوكي، يعني ما بيها لا فحص، ما راح تلزم المريض انت، لا راح تدز على تحليل، اول شيء بس هيستوري تيكينج، راح تساله بعض يعني بعض الاسئله المعينه اللي تخص حالته الصحيه وفضت خلصت. اوكي، احنا الدايجنوسيس اللي هو تشخيص اي حاله مرضيه نشوفها عن طريق ثلاث اشياء تقريبا. اول شيء، اوكي، اول شيء نجيب المريض عنده مشكله صحيه، اجانا للمستشفى او للعياده، اول شيء ناخذ من عنده هيستوري تيكينج. يعني شنو؟ يعني نساله بعض الاسئله. تمام، اخذت هذا تقريبا يشكل لي ثلثين الدايجنوسيس انا وصلت لحاليا، يعني قدرت اشخص بس بعدني مو متاكد 100%. زين، ثاني خطوه شو اسويها؟ اروح اسوي له جنرال اكزامينيشن او فيزيكال اكزامينيشن. يعني شنو؟ يعني اسوي له فحص سريري، يعني بايدي واجي وافحص واشوف الجلد، اشوف اذا اكو كتله يعني ماس، او اشوف اذا اكو احمرار، اجي افحص الضغط مالته، اشوف البالس، اشوف التمبرتشر، هذني كلهم لازم افحصهم، يعني النبض مالته وحرارته والضغط مالته كلهم ذني ضمن الفيزيكال اكزامينيشن. هاي ثاني خطوه. زين، واحد يقول لحد الان انا بعدني ما طحت بالمرض دكتور، انا وسويت ذني الخطوتين، سويت الهيستوري تيكينج لهذا المريض، بعدين سويت فيزيكال اكزامينيشن وهم بعدني ما طحت بالمرض وما عرفت الدايجنوسيس، ثالث شيء نلجأ له هو الانفستيجيشن. الانفستيجيشن يعني شلون نسميهن؟ تحاليل، ممكن دزه تحاليل مختبريه، نقول اسوي تحليل دم، سوي تحليل يورين اللي هو تحليل بول يعني، او غيرها. هاي تحاليل نسميهن تحاليل مختبريه، ممكن لأ تحاليل مثلا إشعاعية، يعني مثلا بالأشعة، مثلا أشعة سينية، أقل أسوي فحص مال إكس راي. تمام، هذا أشعة سينية، أو سي تي سكان. أوكي، أو سونار اللي هو الألترا ساوند، هذني كلهن أنا ألجأ لهن تحت يا مسمى الانفستيجيشن اللي هو ثالث شيء ممكن أسويه حتى أعرف التشخيص. فالتشخيص يا أما أعرفه من الهيستوري تيكينج، زين، من خلال الهيستوري تيكينج انه انا اسال المريض عده اسئله. زين، ما عرفت التشخيص ايش اسوي؟ اروح اسوي فيزيكال اكزامينيشن، وراها ما عرفت اروح اسوي انفستيجيشن. اللي هن شنو انفستيجيشن؟ اللي هن اسوي تحاليل وادز على ابو الاشعه وادز على ابو السونار واسوي له رنين، كلهن ذني ممكن يصيرن تحت مسمى الانفستيجيشن. ورا ذن ثلاث خطوات انا لازم اكون مشخص. هو ممكن اذا طبيب خبره وصار له سنين بالطب، فممكن بس من الهيستوري يعرف التشخيص، فما يحتاج يروح يسوي انفستيجيشن ولا هالتفاصيل. ممكن لا، الطبيب يقول انا لازم اسوي هيستوري تيكينج، بعدين اسوي فيزيكال اكزامينيشن، وراها اعود يلا اقدر اشخص، بس ما احتاج اسوي، ما احتاج اخلي المريض يروح يسوي تحاليل ويصرف هواي. تمام، الفكره وين تكون؟ الفكره انه اذا انت عرفت تاخذ هيستوري من المريض بشكل مضبوط، راح تسهل على نفسك انه انت يمكن بعد ما راح تحتاج تسوي اكزامينيشن، يعني انت راسا راح تعرف العله، زين؟ راح تعرف المرض راسا. ممكن انت اذا زين بالتشخيص، يعني زين بالهيستوري وعرفت، يعني عرفت تسال المريض خوش اسئله، فبهالحاله بعد انت ما راح تخلي المريض يروح يسوي تحاليل، ولا راح يروح يسوي اشعه، ولا راح تخليه يروح يصرف، ولا تعبته ومنا منا. فمعناها انه انت اذا زين بالهيستوري مريضك راح يرتاح، مريضك راح انت اصلا بسرعه تحل المشكله. فاللي زين بالهيستوري هو الطبيب الناجح. اذا انت عرفت تحل مشكله الهيستوري وتعرف تختار خوش اسئله تسالهن، وخوش تتعامل ويا المريض، وخوش تطلع معلومات من عنده، وخوش تفسر وتربط هاي المعلومات حتى تلقى التشخيص، فمعناها انت طبيب ناجح. فالطبيب الناجح شي يحتاج يكون انه هو زين بالهيستوري تيكينج. من خلال هاي الدقائق اللي حكينا بيهن هسه انتم فهمتوا شنو يعني الفائده من الهيستوري تيكينج، ليش هو مهم، ليش لازم ندرسه، انه انت اذا تريد تصير طبيب ناجح ادرس وضبط الهيستوري تيكينج. معلومه ثانيه، انه الهيستوري تيكينج ما يعتمد على كثره دراستك لهذا الموضوع،
يعني مو انت اذا حفظت هاي الملزمه وضبطتها معناها انت راح تصير طبيب ناجح، راح تكون زين يعني زين جدا بالهيستوري تيكينج وبالتالي انت صرت بروفيشنال. لا، السالفه يراد لها خبره بالهيستوري تيكينج. يعني شلون؟ يعني اليوم انا درست محاضره الهيستوري تيكينج وضبطتها وحفظت هاي المحاضره، درختها من قد ما صارت عندي زلاطه، واحد ثاني هم قراها وضبطها، هذا الثاني راح للمستشفى اوكي وظل يسال المرضى نفس الاسئله الموجوده بهاي المحاضره، صارت عنده خبره، صار يعرف يتعامل وياهم، ضبط الهيستوري بشكل مو طبيعي. بينما انا اللي ما راح سويت شيء وبس مجرد درست هاي الملزمه ما راح استفاد شيء، لان معلومات الملزمه لا شيء قياسا بالخبره اللي ناخذها ويا المرضى. فسالفه الهيستوري ما تعتمد على انه طالب سكاش حفظ الماده ومشي، لا، سالفه الهيستوري تريد لها ممارسه، تريد لها خبره، تمام؟ تريد لها واحد يعرف يحكي، واحد يعرف يسولف، حتى يعرف شلون ياخذ المعلومات من المريض. هسه هاي كانترودكشن ان شاء الله تكون كافيه حتى ندخل بالموضوع. هسه احنا وضحنا شنو فايدة الهيستوري تيكينج. هو طبعا الهيستوري تيكينج يعني اخذ المعلومات المرضية، لازم نتعلم بيه شنو؟ لازم نتعلم بيه الكوميونيكيشن سكيلز، تمام؟ هاي الكوميونيكيشن سكيلز اذا نطلعها هسه ونحكي عنها، عندكم محاضرة انتو على الكوميونيكيشن سكيلز. هاي المحاضرة ما تحفظون منها شيء، حرف ما اريد تحفظون، مجرد تاخذون بعض الملاحظات المهمه وتعرفوها، تمام؟ شنو يعني يقول شنو كوميونيكيشن سكيلز؟ معناها مهارات التعامل والتواصل ويا المريض حتى تاخذ من عنده هيستوري مضبوط، تمام؟ فهذا اساس الهيستوري، انه انت تعرف تتعامل ويا المريض. سيتينج اب، لازم ترتب مكان مناسب، مكان هادئ تسال بيه المريض، مو هوسه بالطوارئ والدنيا مقلوبه وانت يعني خابص الدنيا على المريض وتريد يديك معلومات صحيحة، ما راح يديك معلومات صحيحة. كذلك الخصوصية، لازم مكان خاص انه ما بيه ناس هواي حتى المريض يقدر يحكي ويشكي مشكلته بالضبط، اذا يما ناس راح يتحرج يحكي، تمام؟ النوب تسوي تبني ويا المريض علاقة، يعني تسلم عليه باسلوب حلو، اسلوب لطيف، اوكي؟ تخلي المريض يحبك، اوكي؟ تستخدم لغة واضحة، يعني من تحكي يا المريض مو تروح تذكر مصطلحات تقنية، مصطلحات صعبة، مصطلحات انجليزية، ما راح يفتهمك، ما راح يفتهمك المريض، فراح يقولك ايه ايه اوكي اوكي وانت ما استفاديت شي، الهيستوري مالتك طلع غلط. الهيستوري يعتمد عليك انت شلون تتعامل ويا المريض، ويعتمد على المريض هو شو راح يستجاب الك. اذا ذني ثنيات ان كان تمام فالهيستوري مالتك تمام، معناها انت طبيب ناجح، تمام؟ زين، فلازم نجرب او لازم يعني ضروري نتجنب احنا انه نحكي ويا المريض بمصطلحات صعبه ما يفهمها، اوكي؟ نحكي كله عربي، كله عربي واضح، كله عربي واضح، نفسر للمريض ايش قد ما نقدر، اوكي؟ زين، ولازم تكون عندنا مهارات الاستماع. يعني شلون؟ هو احنا مو راح نسال المريض مجموعه اسئله، فالشغله تعتمد على جواب المريض، يعني لازم المريض يجاوبه بشكل صحيح. زين، انت لازم تكون عندك مهارات اصغاء، شلون تسمع المريض وشلون تفسر كلامه وتربطه بالواقع الطبي اللي عندك، فانت لازم تعرف شلون تصغي براحتك، انه مو تاخذ المريض حاصل فاصل وما تخليه يحكي وما ما ما, ما ما تاخذ منه معلومات كافيه، خليه يحكي براحته حتى انت شنو تظل تصغي له وتربط المعلومات. زين، ولازم تكون متعاطف وياه، لازم تتعاطف وياه، مو رافع خشمك عليه وما ادري شنو، تمام؟ انه اذا شغله حزين لازم تتعاطف وياه، مثلا هو بكانسر بسرطان انت قاعد تضحك، لا. كذلك الكوميونيكيشن، انه عن طريق الكلام، اوكي، بالكلام المرتب، وكذلك بالاكسبريشن مالت الوجه، يعني شنو؟ يعني تعابير وجهك لازم تكون ملائمه للوضع، يعني مو هو مثلا ذكرناها، مثلا المريض جاي يحكي شيء مؤلم وجاي يشكي من شيء معين وانت تضحك حضرتك، لا ما يصير، لازم بالعكس تنفعل وياه وتوضح كل تركيزك اله، انه اصلا اثناء الهيستوري تيكينج انه انت هم تباوع لعيون المريض، تشوف وضعه من يحكي، تفهمه، خليه يحس المريض انه انت مركز وياه، هاي كلها ملاحظات هسه جاي ناخذها حتى يصير عندنا اساس قوي بالهيستوري تيكينج، تمام؟ لازم تستخدم ستايل مرتب بالاسئله، يعني شنو؟ تساله عندنا نوعين من الاسئله، كلوز واوبن. كلوز كويستشن انه انت تساله عندك هيك شيء لو لا، عندك مثلا عندك دم ويا البول لو لا، عندك سخونه تجيك بالليل لو لا، فهو راح يجيب يجاوبك يا اما نعم يا اما لا، هذا نسميه كلوز كويستشن، كلوز. بينما اذا انت تريد تسال اوبن كويستشن، شو تقول له؟ تقول له دكتور، العفو، تقول له تقول له مثلا هو رجال كبير، تقول له حجي خيرك شنو مشكلتك؟ هنا انت سالته سؤال مفتوح،
قلت له شنو مشكلتك؟ فهو راح يحكي لك كل شيء، راح يحكي لك كل شيء، فهذا نسميه open question. فأنت لازم تميز بين open question والclose question، وراح نوضح أثناء شرح المحاضرة شو وقت لازم نستخدم open وش وقت لازم نستخدم close، لأن أحيانا يكون مثلا close مضر ما يصير تستخدمه أنت، يعني ليش؟ لأن close راح يقيد المريض، راح يجاوبك بس بإي أو لا، ما راح تخليه يحكي أكثر ويعلق عن الموضوع، بينما إذا سألته open question راح تعطيه شوي مساحة أكثر. زين، أحيانا نستخدم open question ولكن المريض يروح يأخذك بعالم ثاني، يظل يسولف قصة حياته كلها، هالحالة إيش راح يصير؟ راح تلاس الأمور عليك، راح يدوخك المريض، راح يدوخك. ليش؟ لأن أنت اعطيته مجال زايد، فأنت لازم تتعامل ويا الوضعية إنه تعرف شو وقت تسأل close question وش وقت open question. تمام، لازم تعرف يكون عندك orientation، عندك orientation بالأمور اللي أنت لازم تسأل عنها والأمور المريض اللي لازم يحكي عنها. يعني مثلا هو مشكلته بال جاي مثلا مشكلة عنده مثلا هو عنده abdominal pain يعني ألم بالبطن، تمام، وبنفس الوقت شعره يتساقط. أنت لازم تركز بالمشكلة الأساسية شنو، تخليه يركز، مو يظل يحكي لك منا ومنا يقول لك والله شعري يستاقط، يقعد يحكي لك على شنو مشكلة ثانية. انت ركز على مشكلتك الأساسية اللي هي الأبدومن بين، هي الأهم، هي الأساسية، هاي انت لازم توجهها، انت تسوي له orientation وتوجهها بالمكان الصحيح. تمام، ولازم طبعا تكون عندك معلومات انه شلون تسوي الجنرال او clinical examination. تمام، ولازم تفهم المريض كبيرسون، يعني شنو كبيرسون؟ يعني كشخص، يعني اكو هواية، اكو موديل سابقا، موديل انه من خلاله يطبقون الطب على انه المريض عبارة عن آلة تتمرض، اجي اعالجها واقول روح الله وياك. بالواقع المريض مو آلة، المريض عبارة عن انسان عنده تفكير، عنده سايكو، يعني عنده سايكولوجي، يعني شنو؟ يعني يفكر وهو عنده مشاعر وعنده أحاسيس، فمعناها مشكلته مو مشكلة عضوية، يعني مو معناها إذا هو جاك تعبان معناها الليفر مالته تعبان، معناها الكبد مالته بإصابة بإنجري، لا، يمكن هو نفسيته تعبانة، هو داخل بدبرشن فيحس إنه أعضاء تأذي. فأنت لازم تأخذ المريض كإنسان كامل من كل النواحي، لازم كذلك تشوف نفسيته، يعني مو بس مجرد إنه أنت حليت مشكلته، مثلا إذا هو عنده مشكلة مثلا بالليفر، قلنا مثلا حلينا المشكله وانطينا علاج، يلا روح الله وياك، ما يصير هيك، لازم تقعد وتعامل وياه وتفهمه وتعرف اذا عنده مشاكل ثانيه، وراح نوضحها. راح ناخذ سوشيال هيستوري، شيء اسمه سوشيال هيستوري، يعني نعرف علاقات المريض، علاقات مثل علاقته الزوجيه، علاقاته العاطفيه شنو وضعه، يمكن هو مريض بسبب صحته النفسيه مو زينه. ليش؟ لان ممكن الامراض النفسيه تسبب الى امراض عضويه. تمام، فاحنا لازم نعرف شنو الربط بين هاي الشغلتين، ولازم نركز على الجانبين، مو نركز بس على الامراض العضويه ولا بس نركز على الامراض النفسيه. تمام، ورا ما خلصنا هاي الانترفيو اللي هي المقابله اللي سويناها المريض، نسوي سمري يعني بسيط، انه نلخص الاحداث اللي صارت وننهي المقابله. هسه هاي بعض الملاحظات اللي اخذناها من هاي المحاضره عن شو يسمونه، عن الهيستوري تيكينج. هنا نفس الحكي عادي، احنا اختصرنا كل المعلومات اللي مطلوبه هنا. هنا اقول لك شلون تتعامل ويا المريض، شلون لازم تضحك وياه بسمايل مرتبه وغيرها، والاكسبريشن مالتك لازم يكون، ولازم تشوف، لازم عينك على المريض ان تعرف اذا هو ضايج لو فرحان لو شنو وضعه، يعني خاف، هو خايف منك، مو يمكن هو تشوف شكله ايش، يمكن هو خايف منك اصلا، يعني فما راح يجاوبك اذا، يعني ما راح يجاوبك جواب دقيق. ليش؟ لان هو مرتبك، هو خايف منك. هنا فكره الاوبن والكلوز كويستشن وضحناها، فهي المعلومات صارت كلها واضحه بخصوص هذا الشيء. نجي نشوف هسه شنو نشوف، نجي نشوف الهيستوري تيكينج وندخل بتفاصيله. الهيستوري تيكينج راح نبدي بيه كتفاصيل. عندنا خطوات، احنا اول شيء نعيد ونقول الهيستوري تيكينج شنو يعني، يعني مجموعه اسئله نسالها للمريض. زين، راح نيجي نعرف شنو التسلسل مال هاي الاسئله، شنو تفاصيل هاي الاسئله، شنو الطريقه اللي لازم اطرح بها هاي الاسئله. زين، نجي اول شيء ايدنتيتي، يعني شنو، يعني نخلي نطلع تفاصيلها، يعني لازم تاخذ معلومات المريض. يعني اول ما تدخل هو راح يجيب لك مريض مثلا امتحان الاوسكي،
راح يجيب لك بالمحطة يخلي لك تدخل على غرفة أنت تلقى بيها الدكتور مالتك أوكي وياها واحد على أساس إنه هو مريض يأخذ دور المريض هو عامل خدمات من الكلية يمكن تمام هذا راح الطب أنت تسلم عليه أوكي تأخذ اسمه زين والأفضل قبل هاي قبل لا تسوي الايدنتيتي تمام تعرف نفسك يعني تقول أنا فلان ابن فلان طالب مرحلة أولى كلية طب الزهراء اجيت حتى اخذ منك مجموعة اسئلة اخي او اسئلك مجموعة اسئلة وحتى احل مشكلتك الصحية هيك تقول له تمام هسا هنا انت عرفت عن نفسك وفهمت ايش راح تسوي راح تسأله مجموعة اسئلة حتى تحل مشكلته الصحية لهنا تمام راح تبدي تسأله قلنا تبدي بالايدنتيتي شنو يعني تقول له شنو اسمك اوكي تاخذ عمره انت من يمك راح تعرف الجندر مالته الجنس مالته شنو ميال لو فيميال ذكر لو انثى انت من يمك اكتبها زين اكو اسئله هنا يعني مو كلش مهمه اوكي يعني مو ولا تسالها لهنا انت كافي ممكن تاخذ بعد المهنه مالته تساله انت شنو تشتغل حالته الزوجيه انت متزوج لو لا اوكي عندك اولاد لو لا ضمن هاي تقدر تسالها هنا مثلا تسأله مثلا هنا عندك الدين ماكو داعي تسأل عن الدين يعني شوية الناس تتحسس من هذا الشيء فأنت هنا يعني مو قلت تسأل عن هذا الشيء سألت ذني الأسئلة اللي قلت لك عليها نفسه اسمه عمر وحددت الجنس وعرفت حالته الزوجية متزوج لولا وعنده أطفال لولا وإيش قد عدد الأطفال أوكي ذني كلهن تسألهن وراها قلت له شنو مهنته خلصت هسه أنت المرحلة الأولى من الهيستوري اللي هي شنو الأيدنتيتي زين خلصنا من عندها وراها عندنا الشيف كومبلينت شنو هذا مجرد تسأل الدكتور المريض اوكي ورا ما كملت هاي المعلومات تسأله عن مشكلته الرئيسيه اوكي شنو يعني مشكلته الرئيسيه انا راح تسأله اوبن كويستشن مثلا هو رجال كبير قل له خيرك ايش خيرك حجي شنو مشكلتك ايش جابك يعني شنو اللي خلاك تجي للمستشفى او العياده هيك راح تسأله زين هذا سؤال راح تخلي الدكتور راح يخلي المريض يحكي لك تقريبا كل مشاكل ليش انه هو open question راح يسألك كل راح يحكي لك كل التفاصيل اللي هو اللي راح يجي بباله فراح يحكي لك او ممكن لا بس يختصر لك اياها ويقول لك مشكلته الاساسيه اللي انت تريدها اصلا chief complaint يريد مشكله واحده مشكله اساسيه مثلا قال لك عندي الام ببطني تكتب abdominal pain فضت خلصت chief complaint خلصت المرحله الثانيه او مثلا قال لك والله سخونه فتكتب fever فضت خلصت ما عندك شيء بعد انت خلصت هاي المرحله الثانيه فالمرحله الاولى شنو كانت ايدنتيتي المرحله الثانيه انه تعرف المشكله الاساسيه عن طريق انه تسال المريض شنو اللي خلاك تجي للعياده راح يجاوبك يقول لك بطني تاذيني تكتب abdominal pain مثلا قال لك صدري يؤذيني تكتب chest pain اوكي ممكن قال لك سخونه تقول له تكتب fever ممكن قال لك vomiting تقول له مثلا قال لك هو وراح يحكي عربي قال لك مثلا اتقيأ جاي اتقيأ هالفتره تكتب التفوميتنج فهسه هنا انت خلصت المرحله الثانيه من الهيستوري شايفين هيك بساطه ترى ما سوينا شيء اخذنا معلومات الاساسيه اسمه وعمره وما ادري شنو شغلات بسيطه وسالنا شنو مشكلتك الاساسيه قال لي سخونه كتبت سخونه زين نفرض هاي هنا هاي هنا راح احكي لكم شغله شويه ركزوا بيها ملاحظه جدا مهمه مو دائما تسمعونها مثلا اجاك المريض ويمكن تصير يمكن اجاك المريض وسالته شنو مشكلتك الرئيسيه حجي ايش قال لك قال لك والله حجي قال لك عندي ألم ببطني أوكي abdominal pain يعني قال لك وقال لك بنفس الوقت عندي يعني قال لك abdominal pain عندي وعندي fever اثنين هن قال لك ياهن زين وطبعا راح يحكي عربي وانت لازم كل شيء تحكي بالعربي هاي بهاي المحطة انت اللي بيها الدكتور واقف على صفحة وانت جاي تحكي ويا هذا المريض لازم كل حرف تقوله هو بالعربي ما أريد أي حرف بالإنجليزي مستحيل إذا حكيت بالإنجليزي حتى صفر ما يتفاهمون الدكاترة بهاي السالفة فلازم انت تحكي بالانجليزي نرجع لموضوعنا سألت المريض شنو مشكلتك الاساسية وقال لك الم عندي بطني توجعني وقال لك عندي سخونة زين انت لازم تكتب الشيف كومبلينت زين اللي هو بريزنتينج سيمتوم زين لازم تكتب واحد ايه هو كسبه منهم انت راح تحتار تقول اكتب هن اثنين هن اقول لك لا ما يصير لازم واحد تقول اكتب الاقوى مثلا ايه هو الاقوى اشوف السخونة بسيطة فما يحتاج اكتبها اكتب الابدومن بين اقول لك لا ما يصير كله ما يصير لا شنو اللي يصير لازم تعرف منو الاقدم بيهن يعني شنو يعني مثلا جاني هو قال لي انا جاي ارد اسال على تشيف كومبلينت قلت له ايش خيرك حجي قال لي عندي الم ببطني وعندي فيفر الم ببطني وسخونه راح اساله يي شو منش وقت عندك السخونه قال لي قبل يومين
زين. اقول له ومن ايش وقت عندك الم بطنه؟ قال لي قبل اسبوع. صار اسبوع مستمر لهسه، بينما الفيفر صار لها يومين ومستمر لهسه. ايش اكتب انا؟ اكتب الاقدم. منو الاقدم؟ منو اللي صار له فتره اطول؟ هو البين. الالم اللي بالبطن قال لي صار له اسبوع، فايش اكتب بالشيف كومبليت؟ اكتب بالشيف كومبليت انه هذا عنده ابدومينال بين. ليش؟ لان الالم هو الاقدم، بينما الفيفر صار لها يومين، بينما ذي صار لها اسبوع مستمره. تمام؟ فما نكتب الاقوى اوكي ولا نكتب الاثنين، هو انما نكتب اللي صار لها فتره اطول. نسال مثلا، قال لي عندي فوميتنج انا جاي اتقيا، وقال لي عندي فيفر. اقول له من ايش وقت تتقيا انت؟ مثلا قال لي صار لي 3 ايام اتقيا. زين من ايش وقت مسخن؟ اوه صار لي اسبوعين ولحد الان مسخن، جاي اسخن. فراسا المشكله الاساسيه ايش اكتب؟ فيفر. ليش فيفر؟ لان هو جاي يسخن صار له اسبوعين، بينما التقيؤ صار له 3 ايام بس. فالاطول اللي فترته اطول هو اللي يصير شيف كومبلينت. فحلينا المشكله الثانيه من الهيستوري، كملنا الايدنتيتي، وانا هسه وصلنا للشيف كومبلينت كذلك كملنا. زين وراها الهيستوري اوف بريزنت اولنس، هذا يشمل مختصر لكل المعلومات اللي لازم ناخذها من المريض. اوكي يعني نسوي اناليسز يعني تحليل للشيف كومبلينت. مثلا مو قال لي عندي الم ببطني، ادي احلل هذا الالم اللي بالبطن بالتفصيل. زين يعني شلون؟ يعني شلون هو هذا الهيستوري اوف بريزنت اولنس يعتمد على الاناليسز مالت الشيف كومبلينت. نجي نسوي اناليسز. زين شلون نسوي اناليسز؟ نا موضوع الاناليسز نا راح يتبين. هذا نجيب الهيستوري اوف، نجيب الشيف كومبلينت اللي هو مثلا قال ابدومينال بين، هو قال لي المريض. اقول له حجي راح اسال لك مجموعه اسئله بخصوص هذا، ما راح طبعا ما راح اقول له هيجانا، بس انه لازم هسه انا اخلي ببالي انه انا مو قال لي ابدومين بين، لازم اجي اسال واسوي اناليسز تحليل لهذا الالم، اجي اعرف كل تفاصيله. شلون؟ لازم اسال اول شيء، طبعا هذا اني مجموعه اسئله راح اسالهن عن الالم نفسه. شلون يعني؟ اقول له وين السايت مالت الالم، يعني وين مكان الالم. زين وين مكان الالم؟ مثلا قال لي يم الصره. اوكي فاكتب بارا امبلايكال ريجن. هل هذا الشيء راح يجيكم بالامتحان؟ لا ما راح يجيكم الم هيك انتو وتعقيد، يعني ما راح اتصور يجيكم مكان الالم. انت بس اكتب بالابدومن وكلش كافي، بالبطن لا تحدد يعني يم السره بارا امبلايكو لو غيرها لو سوبرا بيوبك لو هايبوكندريوم، هاي تبعتكم ما ماخذينها، هاي عباره عن مناطق موجوده بالابدومن ما لكم علاقه بيها. بس يعني احنا لان ابدومن ماخذيها كامله فلازم نحدد يا مكان بالابدومن. بس انت مجرد تكتب السايت مال الالم وين، مكان الالم وين، تكتب وين ابدومن، ان ابدومن هذا مكان الالم. زين الراديشن لازم تحطون ببالكم انه الالم كلش ممكن انه يشع الى مكان اخر. يعني شلون؟ يعني واحد عنده الم ببطنه فجاه تلقاه يقول لك عندي الم كذلك يصير بكتفي بالشولدر، فهذا شو يسمونه؟ هذا يسمونه راديشن. يعني الالم من البطن هو موجود بالبطن، بنفس الوقت جاي يضرب على الكتف او يضرب على الباك على الظهر. فانت حددت مكان الالم وين كان؟ بالابدومن. ومنطقه الراديشن، منطقه الراديشن مثلا بالكتف، فانت تكتب radiated to the shoulder، هيك تكتب بهالبساطه. زين شلون تسال عن هذا الشيء؟ راح تساله دكتور، راح تساله حجي وين مكان الالم بالضبط، راح يوضح لك مكان الالم. كتبت السايت مالت الالم، قال لك بالابدومن تكتب بالابدومن، راح يقول لك بالبطن فتكتب بالابدومن. راح تقول له زين حجي الالم هذا يضرب على مكان ثاني، يعني اذيك يعني ينتشر هذا الالم بمنطقه ثانيه؟ مثلا يقول لك اي والله بكتفي يصير الالم او بظهري. تكتب راح يصير راديشن وين؟ للظهر للباك. زين تسال كذلك عن الكواليتي، يعني حده الالم او نوع الالم. نوع الالم نقدر نقول الكواليتي، يعني شلون؟ هل هو مثل اذا هو بالبطن، قال مثل الحرقه حجي، مثل الحرقه الالم جاي يصير عندك مثلا؟ قال لك لا. زي حجي مثل المغص كوليكي، يعني مثل المغص؟ قال لك اي، فانت تكتب انه هذا مغص كوليكي. زين فهسه كوليك بين يعني وشنو؟ يعني مثل المغص جاي يصير بالبطن. او اذا قال لك مثل الحرقه تكتب بيرنينج. زين فهسه عرفنا شنو يعني الكواليتي. هسه احنا عرفنا اول شيء سالنا عن السايت والراديشن، ثاني شيء سالنا عن الكواليتي انه عرفنا نوع الالم، وكان الالم شنو؟ كان الالم يا اما يكون مثلا حرقه مثلا اذا خصوصا بالاسوفيكس بالمريء، ممكن اكثر شيء تجينا حرقه فنكتب بيرنينج. زين او ريتروستيرنم، هذا يعني بعيد عنكم تفاصيل كلش واسعه. زين واذا مثلا قال لك مغص تكتب كوليك. زين
هسه عرفنا انه ذا عرفنا مكان الالم وعرفنا وين جاي يضرب وين جاي يشع هذا الالم وعرفنا نوع الالم زين. نسال كذلك عن الانتنسيتي او السيفيريتي اوف ذا بين، يعني شنو يعني شده الالم او حده الالم، يعني شلون يعني مجرد اسئله حجي تقدر تقيم لهذا المرض من 10 يعني قد 2 من 10 5 من 10 7 من 10 مثلا، جاوبك وقال لك 10 من 10 زين. انت هنا بهالحال لازم تصير طبيب ذكي، هنا يبين الطبيب الزين من الطبيب المو زين. شو تسوي؟ ترى مو رأس انت تجي تكتب 10، يمكن هذا المريض جاي بالغ، يمكن جاي بالغ هو ما بي يعني مو هالقد متأذي، بس هو اكو واي مرضى يحبون يهولون الامور وانه هو مرضه اوكي هو مرضه مو بسيط يعني هو صح متأذي بس يبالغ ويقول لك 10 من 10 12 من 10 متأذي انا كلش زين. تخو ما تصدق ورأس انت تكتب هالشيء شيء، لا شو تسوي؟ تصير اذكى منه تقول له زين الالم يأذيك ويخليك تقعد من النوم لو عادي تقدر تنام بالليل زين. اذا قال لك اقدر انام معناها تعرف انه صح واز سفير بس مو كلش يعني الالم مو كلش حاد، والدليل خلاه ينام بالليل. اذا قال لك لا والله حتى الليل ما نام فانت انا بعد خلاص لازم تقول وتصدقه انه هذا صدق متاذي كلش وحده الالم عاليه لان الليل ما جاي يقدر ينام هو زين. التايمينج والاونسنت والديوريشن، شوف سالفه هو التايمينج يعني يقسم الى اونسيت والديوريشن. الاونسيت شنو هذا؟ انه اسئله زين حجي هذا الالم اجاك بشكل تدريجي لو فجاه يعني شويه شويه وصار قوي لو رحت اجاك وصار قوي واذاك تمام. هذا انت بس مجرد تساله جراجوالي لو سدنلي يعني شنو يعني مفاجئ لو بشكل تدريجي اجاك المرض بهالبساطه زين. تسال كذلك عن الديوريشن، ديوريشن يعني صار له شقد الالم بهالبساطه، صار له شقد حجي ياذيك هذا الم... صار له شقد بطنك تاذيك، قال لك صار لك في اسبوع تكتب اسبوع خلص خلصت. فهسه نلخص الدنيا اللي حكيناها، اول شيء نسال عن مكان الالم، بعدين نسال وين المكان اللي جاي يضرب به الالم، اوكي يعني ممكن ينتشر الالم ويروح للظهر، ممكن يروح للشولدر للكتف او يروح لكذا مكان، فتكتب الراديشن وغالبا ما يشع يعني مو ضروري كل مرض لازم يشع الالم مالته، لا مو ضروري يعني هذا، فعادي انه يقول لك لا ما يضرب غير مكان فانت ما تكتب بعد، بس لازم تسال، لازم قدام الطبيب الواقف انه انت تسال هواي لازم يشوفك حرك زين. قلنا تسأل عن الكواليتي، نوع الألم، حرقة، مغص، غيره، شنو الوضع؟ مثل السكينة اللي تدش شارب يعني مثل السكينة وتقص بيها، هيش يقول لك مثل السكينة اللي تقص ببطني أو داخلة بصدري فالتنات تعتبر شارب. إذا مغص تكتب كوليك، إذا بيرنينج أو إذا حرقة تكتب بيرنينج زين. قلت لك بعدين لازم تقيم الألم، تقول له قيم لي من 10، قال لك مثلا 6 من 10 فضلت خلصت، تقول له قاعدك بالليل لا ما قاعدك زين. الأونسيت عرفناها شلون زين. ضمن التايمينج والأونسنت والديوريشن لازم تسأل الشغلة إنه شو وقت يجيك بالليل أو بالنهار الألم، شو وقت يزيد بالليل أو بالنهار بهالبساطة، وعلى أغلب بالليل راح يزيد، أحيانا يقولك لا ما يزيد هو نفس الشيء بالليل أو بالنهار زين. أنا أريد أثناء ما أنا جاي أحكي هذا الحكي كل الأسئلة اللي حكيتها تدونوها يمكن بورقة بالعربي وتسألوها للمريض بعدين، ترى والله بسيطة. أنتوا هسه جنرال، أنتوا جنرال الأوسكي مالتكم جنرال تمام، يعني شنو يعني إيش ما تسأل صح، بينما احنا بعدين لازم او انتوا نفسكم السنه الجايه راح تكونوا سبيسيفيك، يعني شنو يعني انت المريض عنده مشكله بصدره انت ما يصير تسال سؤال يعني بعدين ما تقدر تسال اي سؤال لازم تتحفظ، بس هسه انت ايش ما تسال هو صح زين. فلازم تسال انه الالم يجيك اجاك تدريجيا لو بشكل مفاجئ، وش قد صار للالم هاي الديوريشن، وش قد صار للالم اسبوع اسبوعين يوم يومين، والالم يجيك بالليل لو بالنهار اكثر شيء زين. بعد شو وراها نسأل عن الaggravating factor والreliving factor، شنو يعني هذني يعني متشابهات او يعني حطوهن بالكم سوي هنا متناقضات، نقدر نقول مو متشابهات متناقضات، يعني شلون يعني تسأله عن الaggravating factor انه تقول شنو الاشياء اللي تسويها بحيث تخلي الالم يزيد، يعني شنو الاشياء اللي تصير وياك بحيث الالم يزيد، يقول لك مثلا ننام على بطني اتأذى اوكي، او من اسوي كذا شيء بطني تاذيني، او من اشيل حمل، او من اخذ كذا علاج، مثلا هو مصاب بالضغط فياخذ ادويه الضغط فيقول لك من اخذ دواء الضغط راسا اتخربط، فانت هاي تعرف شنو هي الاجريفيتنج فاكتور. فشنو هي الاجريفيتنج فاكتور؟ انه تسال المريض شنو الاشياء اللي تسويها بحيث يزيد عندك هذا الالم، هذا اختصرنا كل شغلات الاجريفيتنج فاكتور. الريليفنج فاكتور بالعكس شنو يعني؟ تسأل المريض انه شنو الاشياء اللي تسويها او تصير وياك بحيث الالم يخف،
يقلل الألم، تقلل الحدة مالته. أوكي، مثلا أكو بيهم يقول لك أنا من أنام يخف الألم. أوقات أبو الألسر، أوكي حسب نوع الألسر، ألسر يعني قرحة، يقول لك من ما أكل أرتاح ومن أكل يظل بطني تأذيني. فهاي سالفة إنه ال relieving factor، إنه أنا من أصوم ما أتأذى. أوكي، فهاي يعتبر relieving factor. فهسا مختصر ال aggravating factor وال relieving factor، إنه أنا أسأل المريض إنه شنو الأشياء اللي تزيد الألم وشنو الأشياء اللي تخفف الألم. أوكي، ممكن يقول لك أنا أخذ حبة باراسيتول يروح مني الألم، يخف الألم. فهاي ضمن ال relieving factor. وإذا قال لك أي شيء زيد الألم تعتبره ضمن ال aggravating factor. فهسه عرفنا لني سؤال في الفاكتورات. آخر شيء بالبين analysis اللي هو secondary symptom. شو يعني secondary symptom؟ يعني تسأل عن عرض ثانوي، يعني تقول له حجي هسه إحنا عرفنا مشكلة الألم اللي بالبطن، عندك ألم ثاني منا تعاني من مشكلة ثانية، مثلا يقول لك إيه والله أنا سخن بالليل. فايش تعتبرها؟ تعتبرها secondary symptom، إنه هي مشكلته الأساسية إنه هو عنده مشكلة ببطنه وألم ببطنه وعرفنا تفاصيله، ولكن شنو يقول لك؟ تكتب secondary symptom يعني عرض ثانوي اللي هو إنه شو عنده؟ عنده ألم، عفوا عنده فيفر سخونة مثلا آت نايت بالليل زين، او ممكن يقول لك يشتغل يشكل عندي صداع اوقات. تكتب هجك يمتى هاي سكندري سيمتوم، هذا عرض ثانوي مو عرض رئيسي زين، بس هذا يساعدك بالتشخيص زين. او اوقات يقول لا عندي فوميتنج انا يعني يتقيأ، فهذا عرض ثانوي زين. هسه عرفنا شلون سوينا بين اناليسيس زين. لهنا هسه احنا كملنا الجزء الاهم من الهيستوري، الجزء اللي يميز الزين من الموزين، اللي مضبط المادة من اللي ما مضبط المادة. هسه هذا الجزء مهم، طبعا مهم، بس شنو ممكن هذا تحفظه وتروح حفظ، يعني اللي بقى تقريبا حفظ، مجرد أسئلة انت حافظه تروح تسألين وترجع. اوكي، هذا سواء راح نعتبره هسه البارت الاول اللي هو المهم، هسه هذا التكملة هي اقل اهمية زين وسهلة، بس تحفظه ما بيها شيء. شنو هاي؟ انه انت ورا ما عرفت ألم الاساسي وعرفت هويته الايدنتيتي مالته اسمه وعمره وهيجي، عرفت سويت اناليسز للالم مالته، عرفت مكان الالم شنو الفتره اللي صار لها الالم وهل هو بدا بشكل مفاجئ لو تدريجي، هذا اخذناها كاناليسز تحليل للالم. وراها تجي تسوي سيستمز ريفيو. شنو يعني؟ يعني تخلي ببالك الانظمه مال الجسم كلهن وتسأل عن الأعراض الأساسية بكل ألم، حتى تعرف إنه الجهاز الفلاني سيستم المعين بجسمنا بمشاكل لو لا. ننطي مثال سنترال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي المركزي، شنو الأعراض الأساسية به؟ صداع وفقدان الوعي، حركة مخربطة abnormal movement. فهذين نسأل عنه يعني بكل بساطة. ورا ما كملنا هسه احنا الأناليسيس نجي نسوي سيستمز ريفيو. شلون؟ نقول حج انت عندك هديك، عندك loss of consciousness، طبعا مو تسأله بالانجليزي، تسأل عندك صداع، راح يقول لك يعني هذا. ها هسه هنا راح تتجسد فكرة اللي close question، انه انت راح تسأل اسئلة كلش close، يعني مجرد تقول عندك صداع راح يقول لك اي تكتبها، قال لك لا تكتب لا. فيعني انه شنو اقصد؟ انه هنا راح يجاوبك بس بنعم او لا، ما راح يقدر يجاوبك شيء ثاني، فهذا كلوز. هذا منطقيا اي فعلا تشكوا بالاوبن. هنا شو وقت استخدمنا الاوبن؟ احنا استخدمنا الاوبن كويستشن بس من ردنا نسال انه شنو مشكلتك الاساسيه حجي، ايش جابك، ايش خيرك، شنو جابك المستشفى انت، هيك بهالبساطه. ذاك كان اوبن، خلينا وطيناه مجال يحكي. ليش؟ لان كنا بالبدايه. هسه احنا بعد اخذنا المعلومات اللي نريدها وعرفنا الالم وين وعرفنا مكانه وسوينا اناليسز للالم، فهذن هيك بس حتى نعرف اذا حتى نعرف يا جهاز هو المتضرر بالضبط، اوكي، او يا جهاز سكندري افكتد متضرر بشكل ثانوي، فنسال عليه جهاز. مثلا اذا تسال عن السنترال نيرفس سيستم اقول له حجي عندك صداع، عندك فقدان بالوعي، ومن هاي الأسئلة. يهم أوقات هيك تدوخ وتوقع وتفقد وعيك، أو عندك حركة مو طبيعية، تمام، يعني تمشي مشيتك تحسها مو تمام هالفترة، تسأله ما بيها شيء زين. وإذا تريد تسأل عن الكارديوفاسكولار سيستم فتقول له الكارديوفاسكولار سيستم أقصد جهاز الدوران يعني القلب والأوعية الدموية، تقول له حجي عندك ألم بالصدر chest pain، تمام، تقول له عندك palpitation يعني شنو حجي عندك خفقان، اكو بهم ما يعرفون خفقان شنو نقولهم،
عندكم تحسون يعني اوقات قلبكم يظل يدق بسرعه هيك اوكي. تقول له بالنسبه للساينوسز، الساينوسز هذا عباره عن ازرقاق بالاطراف مال الاصابع. فتقول له هم هاي الفتره جاي تصير عندك اصابعك بيهن لون ازرق، شوف ايش جاوبك. اذا جاوب اي معناها عنده ساينوسز، زين معناها مشكلته بالجهاز الجهاز الدوراني يمكن اوكي، جهاز الكارديوفاسكولار. انه وراها تسال على ريسبيراتوري سيستم، يعني شنو؟ تقول له حجي عندك قحه كف، قحه عندك زين. تقول له عندك قصر بالتنفس اللي هو شورتنس اوف بريث، يعني النفس مالتك قصير، ايش تنهد بسرعه تتنفس، ما تقدر تتنفس على راحتك زين. عندك بلغم سبيوتم، عندك بلغم. تقول له هاي اسئله تخص ريسبيراتوري سيستم. تقول له عندك غثيان، هاي بالنسبه للجي اي تي، الجي اي تي اللي هو الجاسترو انتستينال سيستم اللي هو يقصد به الجهاز الهضمي. يقول له عندك جالي، عندك نوزية، عندك جالي يعني عندك فوميتنج يعني تتقيع، انت هم تتقيع حجي، عندك اسهال، عندك دياريا اوكي. اذا قال لك ايه قل له شنو لون، شنو لون الدم اللي بيه اذا هو بيه دم، يعني اذا قال لك عندي دياريا، عندي اسهال، قل له شنو لون، عفوا تقول له الاسهال بيه دم لو لا، تمام. يقول لك مثلا ايه بيه دم، قل له شنو لون الدم، ايش قد كمية الدم اللي جاي تطلع، صير هيك نبه يعني مو تلتزم بس بالموجود اوكي. اذا قال لك مثلا فوميتنج عندي، قل له الفوميتنج شنو لونه، مثلا قال لك اخضر، سجل يمك اخضر، انت حاليا ما تعرف ليش اخضر بس اكو كلش لها دلالات اوكي، راح توضح انه انت فاهم. مثلا قل له زين المواد اللي تطلع ويا بالفوميتنج بالقيء، هاي المواد تحسها مهضومة، أكل مهضوم لو ما مهضوم، ممكن يقول لك الأكل اللي أكلته نفسه أطلعه بدون ما ينهضم. فهنا هاي أنت لازم تكون نبه وتسأل إنه الأكل اللي جاي يطلع تحسه مهضوم لو لا ما مهضوم، حتى تعرف شنو جاي يطلع زين. وتسأله عن بعد شنو، عن الجينيتو يورينري سيستم، يقصد به جهاز التناسلي والجهاز البولي. تقول له مثلا عندك صعوبة بالتبول، عندك ديسيوري، عندك صعوبة بالتبول زين. وتسألك كذلك عندك voiding problem، شنو يعني عندك مشاكل بالإفراغ، إفراغ البول، عندك مشاكل بعملية التبول، تمام. يعني تحس انه ورا ما كملت التبول تطيح بعض القطرات، لو رأسا تنتهي ما تطيح القطرات والعملية التبول سليمة 100%. تسأل هيش أسئلة عادية ترى بسيطات، مثلا تسأل عندك هيماتوريا، شنو يعني هيماتوريا؟ يعني تبول يحتوي على قطرات دم أو شوية دم، يعني دم موجود داخل اليورين داخل البول. فتسأله أكو دم باليورين أوكي؟ إذا قال لك إيه قل له هواي لو شوية، ليش رأسا تسأله؟ يعني يسوي روحك نبه هواي لو شوية زين. يقول له وذا قال لك مثلا لا مو هواي، قال له زين كل ما تروح تتبول يطيح ويا اليورين اكو شويه بلاد شويه دم، يتسوي راح تنبه. يعني حتى لو انت ما راح تفتهم شنو الموضوع، بس تفتهم انه انت من يقول لك مثلا فوميتنج لازم تعرف شنو لونه، اسال شنو لونه ما تخسر شيء. وبالعربي اسال، قال لك مثلا اكو يورين، مثلا قال لك اساله شنو لون اليورين مالتك اوكي، اصفر طاخ لو اصفر فاتح، يحتوي على دم لو لا، يحتوي دم هواي لو شويه. هذني كل الاسئله خليني ببالك كلهم طقين على المريض، حتى الطبيب الواقف يحسك تفتهم يقول شنو هذا خوش يسال، تمام. هاي كلهم بخصوص اليورينري سيستم. بالنسبه للمسكولوسكليتال سيستم، مسكولوسكليتال يعني نقصد به الجهاز الهيكلي، جهاز الهيكلي يعني عظامك عضلاتك به مشكله، عندك الم مثلا بركبتك، عندك ستيفنس، ستيفنس يعني تصلب، يعني المفصل قوي يتحرك، عندك تورم بمنطقة معينة. هذني كلهن أسئلة ممكن نسألهن وهن ما لهن علاقة بالمرض نفسه أصلا، بس شنو من خلالهن نبرز عضلاتنا، نوضح للدكتور إن إحنا نعرف نسأل. فهذني الأسئلة اللي حكيتهن هسه كلنا ريتكم تسألوهن للمريض، حفظ إنه ما يراد لنا شيء. عندك ألم بالصدر، عندك خفقان إنه تحس قلبك يدق بسرعة، عندك أصابعك يصير بيهن لون أزرق أوقات، عندك قحة، عندك ضيق بالتنفس، عندك بلغم، قال لك إيه قل له شنو لون البلغم هواي لو شوية. بكل بساطة قل لك عندي مثلا تقول له عندك جالي، قال لك إيه عندي، قال لك تقول له عندك فوميتنج، فوميتنج يعني عندك يصير تقيؤ، قال لك إيه قل له شنو لون القيء اللي يطلع، تمام. ما بيه اسأل قال لك عندي دياريا، قال له دياريا شنو لون شو اسمه، شنو لون الدم اذا بيها دم، انه لونه اسود اوقات يصير بالدياريا لون اسود، لون الدم اللي ويا الفيسز ويا الفضلات اللي يطلع بالدياريا يكون لونه اسود الدم، احيانا لا
لون الدم مو اسود، لون يعني فرش بلاد بحيث يطلع احمر. فانت اسال احمر لو اسود الدم، اسال بكيفك، اسال براحتك. عندك صعوبه بالتبول، من التبول تطيح بعض القطرات لو لا ورا ما كملت عمليه التبول. عندك دم داخل اليورين ويا البول يعني يطلع، ما بي اسال اسال ايش قد ما تقدر تسال اسال. تمام. فهنا هسه خلصنا هذا شنو السيستمز ريفيو. زين خلصنا هسه هاي خوش، وصلنا خوش مرحله، وصلنا لل باست ميديكال اند سيرجيكال هيستوري. يعني شنو؟ يعني تسال اذا هو عنده امراض مزمنه او معاني من مشاكل يعني قويه، مثلا مسوي عمليه معينه، سيرجري عمليه جراحيه. يعني احنا قلنا ميديكال اند سيرجيكال، يعني ايش نسال بالضبط؟ نسال تقول له عندك سكر، سجل يمك عنده. مثلا عندك ضغط، تكتب. تقول له عندك اسكيميك هارت ديزيز، يعني شنو؟ يعني عندك جلطه صايره سابقا. بهالبساطه قال لك اي. عندك ذبحه صدريه، تكتبها يمك. سهلات. عندك كاتب لك بليدنج تندنسي، يعني عندك يصير نزف اوقات، ميلان للنزف. عندك نزف تنزف اوقات. عندك ربو، ازمه ربو. يعني عندك ربو اسال قد ما تقدر اسال اسال. تمام. هوسبيتالايزيشن، يعني جاي للمستشفى، مستشفى انت سابقا. قال لك اي. تقول له شنو الكوز، شنو السبب، ليش جاي، شنو اللي خلاك تجي، شنو المرض اللي كان بك بحيث جيت للمستشفى. قال لك كذا مرض. قال له زين ايش قد بقيت بالمستشفى، ديوريشن ايش قد، ايش قد بقيت بالمستشفى، كلها سجلها يمك. زين تسأله كذلك عن السيرجري، شكو عمليه مسويها سابقا، يعني مسوي عمليه جراحيه سابقا. اوكي. قال لك اي. تكتب شنو العمليه، او بس اكتب مسوي عمليه، يمكن انت ما راح تفهم شنو العمليه، او اكتبها بالعربي، لان هو الورقه اللي تجي تكتب بها المعلومات هاي كلها مو ضروري الدكتور يشوفها، ما راح يشوفها الدكتور. راح اقول لك شنو فائده هاي المعلومات اللي انت كتبتها. الفائده من هاي المعلومات انا قلت اقولها بالاخير، بس خلي اقولها هسه، خاف اكو قسم منكم ما يريد يكمل المقطع او هيك، على الرغم المقطع بقى بي شويه واصلا كلش مهم، فما اريد احد يغادر، اتمنى تبقون للاخير. بس عموما خلي اقولها كلش مهمه، انه هاي المعلومات اللي حكيناها من بدايه هسه، هاي الاسئله اللي سالناها والاجوبه اللي اخذناها من المريض، انت راح تكتبين يمك ورقه، بس ما حد راح يشوف هاي الورقه ترى، بس انت. فش ما تريد تكتب اكتب، اكتب شخابيط ماكو مشكله. المهم تستفاد بهاي الورقه من الدكتور يقول لك سوي سمري. شنو يعني سمري؟ يقول لك لخص لي الهيستوري اللي اخذته، لخص لي المعلومات اللي اخذتها من المريض. انت من راح يقول لك سوي سمري بعد ما يصير تحكي بالعربي؟ ليش؟ ده راح يصير الحكي موجه الا للدكتور مو للمريض. فما دام راح توجه الحكي للدكتور لازم تحكي كله انجليزي بس بشكل مختصر. فالمعلومات اللي كتبتها بورقتك اللي ترسلها شخابيط لازم تاخذ من عندها نبذه سريعه وتقولها للدكتور. لازم تخلي ببالك انه انت هاي المعلومات اللي جاي تكتبها وراك ملخص ترى لازم تطلع من عندها، فمو تسويها كلش هوسه، لازم ترتبها حتى شنو، حتى من يسالك الدكتور ويقول لك سوي لي ملخص تعرف ايش تحكي. طبعا الملخص بسيط، الملخص راح احكي عنه بنهايه المقطع ان شاء الله بالتفصيل، واوضح لكم شو راح تسوي الملخص. هسه ما اقدر احكي ملخص واحنا ما مكملين الموضوع، بس هاي الفكره من المعلومات اللي جاي ناخذها. تمام. سالناه اذا مسوي عمليه سيرجري، عمليه جراحيه سابقا. تمام. وشنو من صارت عنده كومبليكيشن، يعني صارت عنده مضاعفات بعد هاي العمليه ولا لا، مضاعفات يعني تفاقمت الحاله وطلعت له مشاكل ثانيه. زين اقول انت مسوي عمليات نقل دم سابقا، ناطي لاحد دم، متبرع لاحد دم، او احد منطيك دم بالمعنى الاصح، انه انت احد ناطيك دم يعني متبرع لك بدم حتى تعرف يمكن الدم اللي ناطيه له ما من فصيله مختلفه مسببت لهاي المشكله. زين كملنا هسه شنو هذا الميديكال اند سيرجيكال هيستوري. سالنا اذا عنده امراض مزمنه اللي هن الهيستوري، عفوا اللي هن الدايابيتيز اللي هو السكر والضغط والجلطه والربو وغيرها. تمام. وبعدين سالنا اذا مسوي عمليات سابقا وغيرها. زين بالنسبه للدراج هيستوري، الدراج هيستوري يعني ادويه، كلمه دراج يعني ادويه. نسال على ادويه، نقول انت ما اخذ ادويه سابقا او جاي تاخذ ادويه هسه؟ قال لك اي. اقول له هاي الادويه اخذتها عن طريق وصفه كتب لك اياها طبيب او اوفر ذا كاونتر، يعني رحت اخذتها راسا من الصيدليه بدون ما تستشير طبيب. قال لك هيك او هيك، عرفت المعلومه. مثلا قال لك لا انا رحت للطبيب ووصف لي اياها. زين تقول له شنو تايب، شنو نوع هذا العلاج، شو اسم العلاج. اوكي. قال لك اسم العلاج، على الاغلب يعني هو راح يقول لك اسماء الادويه المشهوره، يعني يقول لك اسبرين، فولتارين، يعني تعرفهم اني مو صعبات. زين يقول لازم تساله بعد ايش قد الدوز، يعني ايش قد الجرعه، ايش قد تاخذ انت، حبه حبتين. اذا مثلا هي ابره تقول تاخذ ابره باليوم. اوكي. ابرتين باليوم الواحد، تساله ايش قد تاخذ.
اوكي او كميه الحبه مثلا. الدوز نقدر الدوز نحددها، هاي الدوز، الدوز نحددها بالمعنى الاصح حتى لا نخربط، انه تقول له مثلا قال لك اخذ حبوب، اوكي العلاج مالتي عباره عن اقراص بليتلت، فاقول له ايش قد ابو الالف ابو ال500 ابو ال250، هذا يعتبرها دوز. اوكي بالنسبه للفريكوانسي نسال كم حبه باليوم، زين حبتين باليوم، ثلاث حبات باليوم، حبه بالاسبوع، هي هاي الفريكوانسي. اوكي كلش قد تاخذ يعني هيك قله كلش قد تاخذ. فاستدار نسال عن نوع العلاج، اقول له شنو نوع العلاج. اذا اسال عن الدوز اقول له مثلا الحبه اللي جاي تاخذها ام الالف ام ال500 ام ال250، هاي خلصنا من الدوز. الفريكوانسي اقول له كلش قد تاخذ، مرتين باليوم، ثلاث مرات باليوم، اربع مرات باليوم، وافهم من عنده. زين مرات ديوريشن شنو يعني؟ تقول له يعني صار لك ايش قد تاخذ بهذا الدواء، يعني صار لك شهر، شهرين، سنين مستمر عليه، صار لك اسبوع من اخذت هذا الدواء، صار لك ايش قد تاخذ، ايش قد مستمر عليه، هذا الديوريشن. زين بعدين تسال عن الروت اوف ادمنستريشن، يعني شنو يعني طريقه اخذك للعلاج. هل هو اورالي؟ شو يعني اورالي؟ اورال يعني فم، يعني عن طريق الفم، يعني حبوب وتاخذهم بالفم، اللي هو عباره عن شراب وتشربه من الفم. لو انترافينوس يعني شنو يعني ضربه بالوريد. لو انتراماسكولار يعني ضربه بالعضله، اوكي، او غيرها وغيرها وغيرها، او سبكوتينيوس اللي هو الاس سي يعني جوا الجلد. يعني فاست راح تساله هذا العلاج اللي جاي تاخذه عن طريق الفم، تشربه شرب او تاكله يعني تبلعه كحبه، او تحت اللسان، او تحت الجلد، او بالعضله، او بالوريد. هاي كل الاسئله سهله، تمام. تقول هم عندك حساسيه من الادويه، عندك حساسيه بشكل عام، عندك حساسيه من الادويه، مثلا قل عندك حساسيه بنسلين، وتسجل يمك. خلصنا الدراج هيستوري، ترى والله جدا سهل، مجرد عرفنا يا دواء جاي ياخذ ومنين جايبه، من الصيدليه لو طبيب وصفه له، وش قد جاي ياخذه، وش قد صار له فتره ياخذ بهذا الدواء، تمام، وشلون ياخذه، عن طريق الحلق، يعني عن طريق الاورال، لو عن طريق الفينوس، عن انترافينوس، يعني شنو انترافينوس، يعني بالوريد او بالعضله او جوه الجلد او غيرها. خلصنا من هذا. زين بالنسبه للفاميلي هيستوري، فاميلي هيستوري يعني عن العائلة، نسأل عن العائلة، أقول له أهلك عندهم أمراض مزمنة، عندهم ضغط، عندهم سكر، عندهم أمراض قلب، هارت ديزيز يعني أمراض قلب، تمام؟ تمام؟ زين، أسأل إذا عندهم أمراض وراثية، أهلك عندهم جينيتك ديزيز، عندهم أمراض وراثية، عندهم مثلا فقر دم منجلي، عندهم نصف الدم الوراثي نسميه هيموفيليا، طبعا فقر الدم المنجلي نسميه سيكل سيل انيميا، اتوقع عندكم بالام جي دي هو، تمام. فهذا تسال عندك عندكم فقر دم منجلي، واحد مهلك عنده فقر دم منجلي، اكو واحد مهلك عنده هيموفيليا، عنده يعني نزف دم وراثي، اسئله بسيطه. زين اذا قال لك واحد من اهلي، تسال عن حالات الوفاه، اكو احد من اهلك ميت، ابوك ميت مثلا، قال لك ايه شنو سبب الوفاه، حتى تعرف يمكن مرض معين سوى خلاه يموت. زين تسأل أكو أحد بأهلك عندهم عنده كانسر، عنده سرطان، تمام. فهي أسئلة تسألهن عن الأهل. سألنا إذا عنده أمراض مزمنة عند الأهل، أكو أمراض مزمنة مثل السكر والضغط، طبعا هاي التي اتش يقصد بها هايبرتنشن ضغط، والدي ام يقصد سكر دايبيتيز ميليتس. زين سألنا إذا واحد من أهله ميت وشنو سبب الوفاة، وسألنا إذا أي واحد من أهله عندهم شنو قلنا كانسر. زين خلصنا من من الفاميلي هيستوري. هسه السوشيال هيستوري يعني شنو؟ يعني نسأل عن حالته الاجتماعية، يعني شلون، يعني شغلات تخصه هو طبعا نفسه، ما تخص أهله ولا تخص شيء، ولكن مثلا نسأل هل أنت تدخن؟ زين أنت تدخن لو لا؟ زين كل يعني طبعا التدخين هو ريسك فاكتور، يعني مسبب مرضي لهواي أمراض بالجسم، تقريبا اغلب او كل الامراض الا استثناءات قليله ما لها علاقه بها التدخين، لان التدخين هو مسبب لكل الامراض تقريبا. زين الكهوليزم، يعني تسال انه هو هل هو تسال المريض انت هم تتناول كحول؟ طبعا على الاغلب هذا السؤال ما يسالونه، لان احنا بمجتمع اسلامي، واكو بعض الناس ما تقبل انه تسال هيك، ما تقول انت تشرب كحول ولا لا، ما يقبل. فانت تحاول تجنب هذا السؤال، مجرد اسال انه انت يا مريض يا حجي انت تدخن له لا، كلش كافي. اسال عن الجوب المهنه مالته، وحالته مثلا بالبيت، يعني بيتكم ايجار لو شو اسمه لو ملك. اسال عن حالته الماديه، تمام، اذا تقدر تسال يعني راتبك مكفيك لو لا، شنو هواياتك، شو وقت اخر مره سافرت، وين كان مكان سفرك، ليش، حتى تعرف حالته الصحيه.
عفوا حالته المادية. من خلال حالته المادية يمكن إيش تعرف إذا مثلا إذا هو فقير راح تربط إنه إذا هذا فقير وتعبان ونفسيته متأذية لأن هو فقير مثلا خسران بتجارة معينة أو في شيء فخسران هواي فحالته النفسية تدهورت هذا الشيء أثر على صحته فصار عنده هذا الألم. فيش تربطها أنت إنه السوشيال هيستوري أعرف شنو مشاكله بالبيت شنو مشاكله المالية تمام. تعرف قلت لك السفر يعني أنت مثلا إذا تعرف واحد غني لو فقير مجرد تسأله شو وقت آخر مرة سافرت مثلا قال لك للمالديف من يمك تعرف إنه هذا الولد يعني هذا الحجي حالته المادية زينة مو فقير طبعا ماكو داعي تسأله شو وقت يعني إيش قد راتبك زين بس إذا قال لك والله صار لي سنين ما مسافر فتعرف إنه هذا الولد ممكن تكون حالته المادية مو تمام زين. نكمل عندنا شنو بقى عندنا حكاية مهمة نختم بيها المحاضرة إنه الهيستوري يمثل ثلثين من الدايجنوسيس two thirds يعني شنو يعني أنا إذا أرد أشخص مرض معين أعتمد اعتماد كلي على اليمن على الهيستوري وأستند بعد على اليمن على الفيزيكال إكزامينيشن وعلى اليمن بعد على الانفستيجيشن بس الثقل الأكبر المن يكون على الهيستوري التو ثيرد هاي تو مكتوبة غلط. المهم إنه تو ثيرد يعني ثلثين الدايجنوسيس هو هيستوري. فبهذا الحكي وبهاي المحاضرة هسه وضحنا وفهمنا شنو الهيستوري وشنو لازم أو شلون نطبقه. شكو سؤال أو شكو شيء طرحته بصيغة سؤال كان باللغة العربية عليكم تكتبونها بورقة وتحفظون هاي الورقة وتروحون تقولونها بيوم الامتحان بمحطة الهيستوري وراح تأخذون الدرجة الكاملة بإذن الله. ليش؟ لأن هي هاي الأسئلة راح المفروض أصلاً تقولها وأصلاً أعطيتكم أسئلة زايدة بحيث حتى لو تنسى لك كم سؤال مو مشكلة. المهم هي الأسئلة الأساسية اللي ذكرناها بالبداية. فتوكلوا على الله. ومشكلة الأوسكي إنه هو أصلاً مجرد سترس. يعني شنو سترس؟ يعني أنت راح تكون قلق راح تكون خايف راح تكون عليك ضغط عالي. بالواقع هو مو صعب. وشفت شلون إنه أسئلة بسيطة بالعربي راح أسأله إن الواحد عربي يعني هو رجال راح يجيك من يعني موظف خدمات بالكلية راح تسأله مجموعة أسئلة وتروح لبيتكم ماكو أي صعوبة بالموضوع. إيش ما يجاوبك خي يجاوبك. أنت أغلب أسئلتك كانت تقول له عندك هي شيء لو لا قال لك إيه كتبت إيه قال لك لا عرفت الموضوع فضت خلصت. فيعني سالفة الهستوري مو صعبة. محطة راح تكون عندكم محطة هستوري ومحطة إكزامينيشن حسب ما أتوقع لأن حد الآن ما حد طاني أي طالب منكم ما طاني تفاصيل امتحانكم. عموماً الهيستوري هيك راح يكون ومحطة الإكزامينيشن إن شاء الله إذا صار مجال نحكي عنه ولو لازم تطبيق عملي ما تتوظف أو ما تنحكي بمحاضرة أونلاين بس نحاول نوضحها لكم بالأيام الجاية. عموماً الهيستوري هو الأهم وراح يركزون عليه أكثر. حاولوا تحفظون هاي الأسئلة اللي قلت لكم وياها طبقوا بيناتكم يعني كل اثنين يقعدون سوية واحد يسوي روحه مريض واحد يسوي روحه طبيب وهاي الأسئلة احكيهن إليه وسجل المعلومات يمك وخلي واحد يبادل ويا الثاني الأدوار من ناحية انه هذا يكون طبيب وهذا يكون مريض وبهالحالة راح تضبطون الموضوع. هذا موضوع الهستري راح يمشي وياكم لا سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا عشرة وإنما حد ما أنت كطبيب تموت حد ما تموت كطبيب يعني خلص حد ما تنهي مسيرتك الطبية. مثلا انت اذا لك نية تعتزل عود بيوم اعتزالك من الطب راح تعوف الهستري وإلا اذا انت باقي ومستمر بالهستري فانت لحد يوم مماتك راح تبقى تطبق هستري لان حياة الطبيب هي الهستري انه انت شكو طبيب تروح ليش راح يسوي راح يسئلك تمام. هاي الاسئلة ضمن شنو ضمن الهستري تايكينج. فمعناها من هذا المختصر مال هاي الفكرة اللي قلتها انه الهستري هو اساس الطب بدون الهستوري لا شيء. الطب يعني شكو فائدة هاي المعلومات اللي جاي ندرسها شكو فائدة من دراستنا للبايوكيمستري بالميتابوليزم شكو فائدتنا للهيستولوجي بالتيشيو اوف ذا بودي شكو فائدة دراستنا للبيولوجي والجينيتكس اللي اخذناها بالام جي دي وشنو فائدة التشريح اللي راح ناخذه وشكو شنو فائدتها اذا انا ما اعرف اسال المريض اصلا ما اعرف اتعامل وياه بس اذا عرفت اتعامل وياه راح اعرف استغل المعلومات اللي درستها بالكليه. بس اذا واحد تشوفونه سجاج بالكليه وهو مو زين بالهيستوري فمعناها هذا راح يكون طبيب غير ناجح لان الطبيب الناجح يتقيم بالهيستوري. اذا انت زين بالهيستوري واساسك بالبيسك قوي بهاي السنوات اللي جاي ندرسها فانت راح تكون طبيب مضبوط. فاريدكم تركزون على الهيستوري وتطبقونه بيناتكم يعني اذا اقول الاف المرات هم راح اقول هذا
قليل بحق الهيستوري. ليش؟ لان الهيستوري قد ما تطبقه اكثر انت راح تكون مستفاد اكثر، وما وكل شيء قليل بحق الهيستوري. تمام، فركزوا وكل التوفيق لكم يا رب، وشكرا لكم.